لي فلوغ. قررت انني ما عنديش الوقت وما كنت عليش وما بقاش عندي الخاطر للمونتاج ديال اليوتيوب. قررت انني ندير لكم ميني فلوغ، كنبقى نقول لكم بحال مول ميلي فلوغ. كي دايرين؟ كصبحتوا بخير؟ هانيه الامور؟ حنا يلا شادين الطريق، غادي مسافرين. عندنا واحد التور اللي غادي ندير، واحد السيركوي غيكون في لي مونتاني، غنديروا الجبال ديال فرنسا او ديال سويسرا ان شاء الله. غادي تكون الرحله ديالنا هاد المره في الجبال، غادي نديرو لي غوندوني وغادي نسرحو كالميتات. حنا في الطريق، كنا بينا زعما نتحركو البارح ولكن ولينا بدلنا راينا حتى اليوم، وطحنا في السبت. كاين لومبوتياج الدنيا عامره، ويمكن جي بي اس عطينا انه كاين شي اكسيدون في الطريق، غيكون الرودار واحد الساعه ونص، نوصلوا على خير ان شاء الله. ما زربانينش حنا، حتى ما دخلنا اصلا الظلام هنايا دابا، ما كي يطيح حتى 9:30. خليكم معنا باش تشوفوا بقيه الميلي فلوغ. دابا راه ما تصلحش ليا ديك ميلي فلوغ، غنبقى نقولها ميلي. صافي مشات، تهلاو فراسكم، خليكم معنا. كوتيدينو انا غطلع على الدم، ما بغاش يبقى بلوكي في الطريق، كيقول نو 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 نو. هادشي اللي طلع، حنا تبلوكينا، حنا اللي درناها. واش كاين شي واحد كيشد الطريق بالسبت؟ دابا المشكل هاد الجهه اللي حنا غاديين فيها ما عمرهاش بزاف، ماشي بزاف الناس طالعين لجهه الجبال مع الصاد. كومبيان ديجا سي 35 و 34؟ ها لا 34.5. اه 34 اونص الحراره الصاد. حنا خلاص في الطوموبيل راه كاينه لابليم، ولكن على برا الصاد صاد صاد صاد. واغلب الناس غاديين في الجهه اللي فيها البحر، ماشي جهه الجبال، حسن لينا. وبناش نتلاقاو بنادم كثير، حنا هاربين للطبيعه غير على حساب بنادم كثير. فتنا درنا غير مؤخرا السفر الاخر درنا في تايلاند، دوزنا الصيف، حنا كندوزو الصيف في الشتا والشتا في الصيف. دابا نطلعو من الجبال نهربو من الزحامات، على الله ما نلقاو البشر كثير. ايوا حنا كنمشيو بحال السلحفات، عندنا ما نديرو نصبرو. هادشي اللي عطا الله الدنيا عامره بكاظم، الناس مسافرين والدنيا عامره 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 عامره. بقاو معنا تنشوفو اش هاد الحريره اللي كاينه في الطريق. شت الدنيا كي مبلوكيه، هنا بقينا. عندنا ما نديرو، الانستغرام ولا كيعطينا 10 دقايق في الفيديو. Ils ont déjà fait les Jeux Olympiques. هنا ما بقاش لينا بزاف ونوصلوا ان شاء الله على خير. هاد الفيديو غادي نحطوه في اليوتيوب، واخا باقي فيديوهات اخرين ديال بالي وديال تايلاند باقي ما دارش لهم المونتاج، ولكن نحطو تندير المونتاج من بعد داكشي الاخر. وكيف كتشوفوا هنا كنا وصلنا للدار بعد 5 سوايع ديال الطريق بين اكس و كورشوفال. هنايا بالنسبه لهاد الدار اللي كريناه خديناها في اير بي ان بي. بالنسبه للفيلاج اللي خديناه فيه، هو كاينين 5 الفيلاجات في كورشوفال، هذا اعلى فيلاج فيهم. باش نكونوا قراب لي غوندوني كنخرجوا من ريزيدونس نيشان، غادي نطلعوا نبداو لي غوندوني في الجبال اللي هو الارتفاع ديالو 1800. هنا كيف كتشوفوا هذه الدار، صراحه طلعت كما شناها في التصاور وكما ريزيلفينا وبان لينا الريزيرفاسيون، داكشي كامل صراحه اللي مكتوب في الريزيرفاسيون كاين، نقيه كلشي فيها، كلشي
متوفر يعني ما تحتاجوا تجيبوا حتى حاجه، في الماعن العطريه كلشي كلشي يعني ما تحتاجوا حتى حاجه. جبنا معنايا شويه ديال لي كورس وصافي. الساعه لقيناها قريبه لكلشي، حداها لتحت منا نيشان كاين واحد السوبوري، كاين كارفور، كاين المخبزات، كاين الريستورات، كاين كلشي قريب يعني ما تحتاجوا كاع تبعدوا بزاف. وبالنسبه للبلاصه من بعد غادي تشوفوا انه كاينه لا نافيت غراتوي، يعني البيوس اللي كيهبط للفيلاجات الاخرين لتحت فابور. المفاجاه الزوينه اللي كانت في هذا لابارتمون، راعي ديال البقر كيجيبوهم من البقر كيجيبوهم حدا قدام الطراس اللي عندنا. في الاول ما شناش هذا الشيء في التصاور وما كانش مكتوب في ستاتيو ديال اير بي ان بي، ولكن من بعد صراحه كانت مفاجاه ما كناش عارفين. تفاجئت انني شفتهم، واصلا الديكور خطير صراحه، هنا الطبيعه زوينه وزادوا كملوا هاد البقيرات ولينا مقابلينهم صباح وعشيه. ها هما كلاو، ها هما نعسوا، ها هما مشاو، ها هما جاو. غادي تشوفوا فيديوهاتهم كاملين من بعد. نخليكم مع تتمة الفيديو. كانت هذه هي الدار اللي كرينا. الاير بي ان بي بالنسبه للناس اللي انتريسي الثمن ولا البلاصه ولا هذا، ممكن يديزو بريفيو نعطيهم لوليان ديريكتومون. خليكم معنا باش تشوفوا التتمة ديال هذا النهار كي داز. اي دودو يا ربي تستر، يلاه وصلنا. خرج قال لك بيجري، يلاه من دابا. قلت له يصبر شويه ارتاح، قال لك لا نمشي نجري. قلت له واسير تنتبهك. كيجري هنا غير بدلت انا وطلعت على سعدي وعدي تبعتو. منها تفرجت في الفقيرات، منها نحرك رجليا انا شويه مع عينب الجلسه في الطوموبيل في الطريق، ومنها نعيا ونعس شويه بكري. Il n'y a pas d'électricité là, non? Oui. Allez, cours. Je vois du tout. هنا نكون وصلنا لنهايه الفلوق ديالنا. هاد البلاصه اللي حنا جينا ليها سميتها كورشوفيل، ستاسيون معروف في فرنسا كيكون عامر حتى الوقيته ديال الثلج. غتكتبوا كورشوفيل وغيعطيكم المسافه اللي كاينه بين مدينتكم وبين هاد البلاصه. ولا بالنسبه للناس اللي كيجيو سياحه لفرنسا، راه ما كاينش غير باري وما كاينش غير المدن الكبار، هاد البلايص ديال الطبيعه راه غزالين كيرتاح فيهم الواحد بلا كثره البشر والزحامات وهذا. اللي كيعجبو الطبيعه واللي كيعجبو المتاحف وكيعجبو المدن الكبار، كل واحد كيبقى على حسب اشنو كيعجبو. انا كنشارك معكم غير الحوايج اللي كندير واللي كيعجبوني، وكيبقى ليكم نتوما الاختيار. هنا وصلنا لنهايه الفلوق ديالنا. هنا من بعد ما كملنا جلد جرينا وجينا تعشينا وارتاحينا، الشمس بدات كتغرب والبقيرات غادي يمشيو ينعسو. خليناكم على خير، ونتمنى يعجبكم الميني فلوغ، وقولوا لي في لي كومونتير الى عجبكم نبقى ندير هذا الستيل ديال الميني فلوغ، والا ما عجبكمش نبقى نحط غير الفيديو بموسيقى ونكتب الشرح ديال لي ديتاي في صندوق الوصف لتحت في الانستغرام ولا في اليوتيوب اللي يعجبكم. سلامه.